حالة من الصمت الشديد تجتاح أوروبا والغرب، صمت يعقبه خوف وحذر شديدين من الرد الروسي على تفجير جسر كيرتش بالقرم، وسط توقعات بالرد الروسي القاسي الانتقامي على هذه التفجيرات. فهل ستندلع الحرب مرة أخرى في أوروبا؟ هل ستضرب روسيا أوكرانيا ضربة تعيدها للعصور الحجرية كما يتوقع البعض؟ وما هو السيناريو المحتمل للرد الروسي على هذه التفجيرات؟ أم أن الروس سيغزون أوكرانيا كاملة؟ روسيا يجب أن ترجع أوكرانيا إلى العصر الحجري. حالة من الصمت الرهيب التي تخيم على أوروبا في أعقاب الهجوم التفجيري الذي وقع على جسر كيرتش الرابط بين شبه جزيرة القرم وروسيا، حيث أن الأبواق الإعلامية الروسية لم تعلن عن أي خطة أو سيناريو رد روسي على أوكرانيا التي باتت سعيدة للغاية بتلك العملية، بل إن بعض المسؤولين الأوكرانيين صرحوا بأن هذه التفجيرات ليست إلا بداية لما هو قادم على الأراضي الروسية، كما أكدوا أن ما أخذته واستولت عليه روسيا من أراضي أوكرانيا سيعود إليها حتما في المستقبل. وما يزيد خوف الغرب وأوروبا هو الصمت الروسي حيال تلك التفجيرات، حيث توقع الكثير من المسؤولين الروس أن الرئيس فلاديمير بوتين سيعلن الحرب العالمية الثالثة خلال 24 ساعة التي تلت التفجير، إلا أن بوتين حتى الآن لم يعلن عن أي خطة عسكرية في الأراضي الأوكرانية. هذا وكان الروس قد حذروا مرارا وتكرارا من أن المساس بشبه جزيرة القرم يعتبر خطا أحمر لا يجب المساس بها، إلا أن أوكرانيا على ما يبدو أنها لم تعد درسا جيدا أن اللعب مع الروس حتما ستكون له عواقبه. فبعد أن استفزت أوكرانيا الدب الروسي ببناء قواعد عسكرية تابعة للناتو قرب الحدود مع روسيا وطلبها الانضمام للناتو رغم التحذيرات الروسية، لم تجني أوكرانيا على نفسها إلا بالخراب والدمار حتى الآن على إثر غزو روسيا لأراضيها. وكان من بين التصريحات الروسية التي أعقبت هذه التفجيرات أن صرح النائب بيتر تولستوي في مجلس الدوما الروسي أنه يجب على روسيا ضرب أوكرانيا بالأسلحة والمعدات الثقيلة ومن ثم إعادتها إلى العصور الحجرية، أي ما قبل القرن 18، ومن ثم ستقوم روسيا بإعادة بنائها مرة أخرى، وهو ما اعتبره بعض المحللين بداية تكشف خطة الروس في الرد على أوكرانيا بعد هذا التفجير الذي ضرب جسر كيرتش الذي اعتبرته أوروبا هدية ذكرى مولد الرئيس بوتين. فيما أشارت بعض وسائل الإعلام الغربية إلى بدء حشد بيلاروسيا دبابات على الحدود مع أوكرانيا، وهو ينذر بالخطر، حيث يتوقع أن روسيا ستحاصر أوكرانيا من الجهات كافة، وعليه ستتمكن من دخول العاصمة الأوكرانية كييف والسيطرة عليها والانتقام من النظام الأوكراني برئاسة الرئيس فولودومير زيلينسكي. فهل باتت الحرب وشيكة الحدوث يا ترى؟ ليأتي الرد على لسان قائد في الجيش الألماني الجنرال كاسترين بورير الذي صرح بأنه من المحتمل أن تندلع نيران الحرب في أوروبا مرة أخرى بأيدي الروس، حيث سيسعى الروس للانتقام من أوكرانيا ومن يدعمها من أوروبا، وعندها ستكون الحرب العالمية الثالثة. كما أضاف بورير أن بنية بلاده وأوروبا من محطات كهربائية ومفاعلات نووية وخطوط غاز قد تصبح هدفا رئيسيا لأي هجوم روسي على القارة العجوز. هذا وصرح أحد المسؤولين الأوكرانيين أنه من المتوقع أن ترد روسيا بشدة على هذه التفجيرات التي طالت جسر كيرتش الرابط بين شبه جزيرة القرم وروسيا، حيث يتوقع أن تستخدم روسيا الأسلحة النووية التكتيكية، وذلك كي تتمكن من إخافة الدول الأوروبية الداعمة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، حيث ستحدث تلك الضربة النووية زلزلة شديدة في سقف التعاون الأوروبي في وجه روسيا.
كما استغلت أوكرانيا الحادثة لطلب المزيد من الدعم العسكري لها من قبل الدول الأوروبية، حيث يؤكد خبراء أن أوكرانيا تستخدم حادث التفجير بأشد أنواع الفخر والعزة، حيث تتباهى بتلك العملية، وذلك لكسب ود الدول الأوروبية وتعاطفهم حتى يغدقوا الدعم المادي والعسكري على أوكرانيا. إلا أن الروس لا يزالون مختبئين في مكامنهم، وعلى الرغم من الصمت الروسي، إلا أن أوكرانيا لا تزال تخشى بطش الروس نتيجة شدة الرد الانتقامي لهم. سيناريوهات متوقعة للرد الروسي. يعد شهر سبتمبر الماضي بداية التحول الخطير في الحرب الروسية الأوكرانية، فبعد صمت الروس أمام التقدم الأوكراني في الهجوم المضاد في شرق أوكرانيا وخاركيف، إلا أن بوتين قد أعلن عن التعبئة العامة في بلاده من جنود الاحتياط بنحو 300 ألف جندي. وفي الحقيقة تشير وكالة الأنباء العالمية إلى أن روسيا تسعى لحشد مليون جندي في أوكرانيا، وبالتالي سيكون من السهل عليها استعادة السيطرة على أوكرانيا بالكامل. وبعد أن تم تفجير خطوط الغاز نورد ستريم 1 و2 قبل أيام، إلا أن روسيا تعتقد أن أوكرانيا ليست بمنأى عن القيام بتلك التفجيرات، خاصة ومع التهديدات من قبل المسؤولين في الحكومة الأوكرانية بأنه سيتم تحرير كافة الأراضي من أيدي الروس، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها روسيا قبل نحو 8 سنوات. لذا بات من المتوقع مع تقدم الدبابات البيلاروسية نحو الحدود مع أوكرانيا أن سيناريو الحرب القادمة واضح لا شك فيه، حيث يتوقع خبراء أن روسيا ستعمل على تطويق الأراضي الأوكرانية كافة بقواتها من ناحية، والانفصاليين من ناحية أخرى، وتدخل إلى كييف الدبابات البيلاروسية من الشمال، وعليه ستحاصر روسيا كييف، وعندها ستضغط على أوروبا والغرب لتلبية مطالبها أو أنها تستكمل مسيرتها نحو كييف. كما يتوقع أيضا أن تقوم روسيا بضربة نووية تكتيكية في أوكرانيا لتأمين قواتها والحفاظ على الأقاليم الأربعة التي ضمتها مؤخرا، وقد تستفيد روسيا بشدة من هذه الضربة، حيث ستعيق تقدم الجيش الأوكراني، ومن ثم تعمل على وقف الدعم العسكري لأوكرانيا من قبل أوروبا، حيث ستخشى الدول الأوروبية نيران الدب الروسي التي ستطالها حال استمرار دعمها أوكرانيا.